ايه بقى اللي اتكتب على النادي الاهلي في مواقع؟ خلينا نروح نشوف. اليوم السابع، اكرامي يبدا التاهيل في الاهلي الاسبوع المقبل بعد جراحه المانيا. الوطن سبورت، نبيل معلول استبعاد ظهير ايسر الاهلي من قائمه تونس بامم افريقيا صادم. الفجر الرياضي، نجم الاهلي معروض على الدوري الايطالي. سوبر كوره، الاهلي علي معلول ليس للبيع. فيتو، اتجاه داخل الاهلي لتجديد الاعارات باستثناء هذا الثنائي. يورو سبورت عربيه، ست اسباب تقرب مهاجم سموحه من الاهلي. بوابه الوفد، طاهر محمد يقترب من الانضمام للاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي المصري، روح الفانيلا الحمراء سلاح اليد بالموسم الجديد.